بالنسبة للطفولة المبكرة يعني تعطي الدولة واحد الأهمية كبيرة، وبالأخص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كيجي التنزيل ديال هذا المشروع هذا يعني على مستوى المغرب، وبالأخص بالنسبة للمديريات الإقليمية العرائش يعني بداخل حتى على اعتقاء يعني نوض بهذا المستوى ديال التعليم بالأخص في الحضانة والفئة هذه اللي عمرية اللي كانت فعلا كيف قطاع الخاص، ولكن دابا الآن الدولة خدمت صراحة ديالها العناية بالاهتمام بالطفولة المبكرة. يعني هذا السياق اللي جا فيه البرنامج انتم بالنسبة لكم كمؤسسات عاملة في القطاع ديال الطفولة المبكرة، شنو جا هذا البرنامج بالنسبة لكم وشنو يمكن يضيف يعني على مستوى التعليم يعني الأولي؟ بالنسبة للتعليم الأولي فما قبل كنا كنلاحظوا بأنه المؤسسات أو المربيات كانوا كيخدموا بواحد الطريقة اللي هي يعني شنو نقول لك يعني اجتهاد شخصي من طرف المربيات، بينما الآن جاء في إطار يعني هاد التكوين جاء واحد الإطار منهجي اللي غادي يقنن هاد يعني التعليم اللي هو كيتعتبر واحد الركيزة أساسية يعني في بلادنا. وأي دولة اللي بغيتيها تنجح في كل شيء الميادين ديالها خاص يكون التعليم من الأساس ناجح ومنظم ومقنن. فالمديرية الإقليمية قامت بهذه البادرة وحنا كنشكروها عليها، يعني عطات مكونين مفتشين اللي هما في مستوى اللي هما كيعطيونا واحد المادة اللي هي خام اللي حنا كنتعاملوا معها كمربيات ولا صاحبة مؤسسات كنتعاملوا معها بواحد الأريحية. فهنا احنا كنحسوا بأنه أي حاجة كانت ناقصة قبل في التعليم الأولي كنكملوها دابا، لأنه الإطار المنهجي الجديد اللي جا عطانا كل شيء، النقاط اللي كانت غايبة علينا حتى النقاط اللي ما كناش كنتعاملوا معها بواحد يعني بواحد الأهمية، واللي دابا كنعطيوها أهمية كبيرة لأنه كنتعاملوا مع واحد المرحلة ديال تهيئ الطفل اللي هو باقي في مرحلة ما قبل التمدرس. فاحنا مشينا مع الرعاية الملكية ديال سيدنا الله يسره في الخطاب ديالو اللي وجه الاهتمام وجه نصائح ديالو باش نهتموا بهاد الفئه العمريه يعني اللي ما قبل التمدرس، التعليم الاولي الخصوصي او التعليم الاولي العمومي، راهما كلهم بحال لانهم كلهم كيتعاملوا مع الطفل مع واحد الماده اللي هي خام اللي نقدو حتى حنا ناخذوا منها واحد الطفل اللي غادي يكون نابغه في المجتمع ان شاء الله باذن الله، علاش لا، اللي في كل شيء الميادين يقدر يكون ناجح. نعم، على مستوى الفئه المستفيده من التكوين يعني العدد، على مستوى العدد، على مستوى المستوى ديالها الفئات المستفيدة مربيات على صعيد العرائش، مدينة العرائش ومدينة القصر الكبير. الحضور كان يعني في تزايد، الأسبوع الماضي كان عندنا في مدينة العرائش 113 مربية، الآن أصبح 180 مربية. مدينة القصر الكبير كان عندهم 110 ديال المربيات، الآن أصبح 140 مربية، الحضور يعني مكثف وتبارك الله، يعني كاين واحد الاقبال رائع. وحتى بالنسبه للمديريه الاقليميه الحمد لله انه ما حاولتش انها تمنع دوك المربيات من الحضور، بالعكس بل خلاتهم بانهم خصهم يتكونوا، خصهم يندمجوا، خصهم حتى يعرفوا هذا الاطار المنهجي اشنو جاب باش تعاملوا مع هذا الطفل. اذا احنا يعني غنقول المربيات كلهم الحمد لله فرحانين بهذا. يمكن تكون الامهات يعني الامهات لان بدا الطفوله المبكره كتحاول تلم جميع المكونات اللي فيها الجانب التربوي، الجانب الاسره، بالنسبه يعني بالنسبه للادماج ديال الاسره في العلاقه ديالها مع المؤسسه. بطبيعة الحال دائما خاص يكون بيننا وبين الاباء واحد التواصل اللي هو كتخلقوا المؤسسه باش داك الطفل يكون مرتاح، لانه الطفل الا ما كانش مرتاح في المنزل ديالو ما غاديش يكون مرتاح داخل المؤسسه. لانه ملي غادي تجيب لي انت واحد الطفل تم التعنيف ديالو في المنزل ديالو وجبتيه للمؤسسه، اش من نفسيه غادي يلقى بها هو داك اللعيب او المرح؟ لانه التعليم في المرحله ما قبل التمدرس راه كتكون التعليم باللعب بالمرح، ماشي غادي تشد الطفل وتقول له لا اجي خصك تقرا. خص المربيه يكون عندها واحد التواصل مع داك الطفل، واخا لدرجه انها الجديد في هذا البرنامج المشروع ديال المبادره ديال الاهتمام بالطفوله المبكره هو الاهتمام بعنايه باستحاله الام والطفل، وبالاخص يعني توفير الفضاءات المؤسسه يعني المؤسسه التعليميه الحاضنه لهذه الفئه هل هي مؤهله يعني مستوى الفضاءات يعني هل تم مراعي على مستوى الاقليم مثلا؟ هي
ياه. بالنسبه للمؤسسات العموميه المديريه الاقليميه لمدينه العرائش الحمد لله راه هي في طور تجهيز باقي الاقسام، لانه كانت الدفعه الاولى تجهزت الاقسام في المؤسسات العموميه على احسن ما يرام. يعني بالنسبه للتعليم الاولي ولا عندهم اقسام اللي هي مجهزه بالالعاب بالكاع بالمعدات الخاصه بداك الطفل بالسن ديال داك الطفل، يعني كانه في مؤسسات خصوصيه اكثر. ومازال غاديين في هذا التطور ان شاء الله، ومازال الاقسام كاينين، وهذا علاش كاين هذا التكوين ديال هاد المربيات باش هما يعرفوا بانه راه كل شيء كيتطور دابا بالنسبه للطفل، يعني غاديين في التطوير الحمد لله. نعم استاذه اكتسبتي يعني تجربه فيما يخص التعليم العاطفي، وهذا نوع اخر من التعليم يعني اللي كانت الوزاره كانت تعطيه اهميه وخاصه وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه. يعني طبعا على مستوى نعم طبعا ان الوزاره ديال الاوقاف والشؤون الاسلاميه عطيه اهتمام كبير لهذ الفئه اللي هي التعليم الاولي او ما قبل التمدرس، عندها عنايه كبيره به حتى هي يعني تنظم دورات تكوينيه لفائده المربيات. والصراحه يعني الدوره هذه مميزه جدا، كتركز على الجانب النفسي العاطفي الوجداني للطفل، يعني خلينا نشوفوا في ديك الطفل ماشي غير واحد يعني واحد الهدف اننا خصنا نعمروه بواحد المعلومات ونشحنوه، لا راه خصنا ما يكونش واحد الفيطام بين الاسره ديالو، ولا يعني غادي ناخذوه من وسط الاسره باش نشحنوه بالمعلومات، لا خصو يحس بانه داخل الاسره الثانيه ديالو، ونحاولوا نوصلوا له المعلومات ببيداغوجيه اللعب او يعني اي حاجه ندخلوا فيها اللعب مثلا والمرح واي حاجه من هذا القبيل، سيغتو ان الطفل في هذه المرحله كيكون متمركز على الذات ديالو، فكنخرجوا حنايا من هذه المرحله ديال التمركز حول الذات وديك الانا الزائده الى تقبل الانا الاخر، فبالتالي كيصبح يخلق واحد العلاقات الاجتماعيه داخل المحيط ديالو. ايضا ديك الحوارات الثنائيه هي كتخليه يكتسب مهارات الحوار مع الاقران ديالو. كذلك من جانب اخر فان هذا الطفل هذا اللي بغينا نعتبره حنا واحد صفحه بيضاء، يعني كل ما عطيتيه وكيشوف ديك المربيه ان هي السبيل او نعم على مستوى التكوين دابا اللي كيناش يمكن اذا كنت مزيان باعتبارك عندك واحد التجربه في التعليم العاطفي اللي كتفوق يعني ربما حد 7 سنوات ولا يعني في التعليم العاطفي 4 سنوات. 4 سنوات يعني قبل من التعليم العاطفي. شنو كاين في هذا التكوين؟ يعني شنو ضاف لي؟ طبعا ضاف لي الكثير، وانا من المحظوظات جدا انني شاركت هذه الدوره هذه. الحمد لله اكتسبنا مهارات جديده، اساليب جديده، تقنيات جديده اللي تخلينا نطوروا من المهارات ديالنا احنا كمربيات، ونزيدوا بديك الاطفال القدام اللي معنا.